من جانبه أكد الدكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب الاتحاد محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، أكد أنه على مدار الجلسات السابقة تمت مناقشة قانون المجالس المحلية. وأشار فرحات على أن إصلاح الإدارات المحلية يجب أن يتضمن جانبا رقابيا من خلال المجالس الشعبية المنتخبة. أعتقد أن الجمهورية الجديدة لابد أن تبدأ من المحليات من المستوى الأدنى. دائما التخطيط إذا جاء من أسفل إلى أعلى فهو يكون صالح، وأعتقد أن مبادرة ومشروع القرن اللي أطلقه رئيس الجمهورية مع انطلاق الجمهورية الجديدة حياة كريمة، ده كان إشارة من السيد الرئيس أن ده مهم جدا أن احنا ننطلق من القرية المصرية ونصعد بها إلى المدينة ثم المركز ثم المحافظة ثم إلى المستوى المركزي على مستوى العاصمة. هذا مهم جدا. 60 مليون مواطن يعيشون في الريف المصري يرتبطوا مناحي حياتهم اليومية بالمحليات. صحيح. إصلاح المحليات مهم جدا لبداية نحو إصلاح إداري شامل، إصلاح سياسي شامل. المجالس المحلية المنتخبة هي التجربة الأولى زي المرحلة الابتدائية بالنسبة لمجلس النواب.